من اخبار بقى الاهلي، تعالوا نروح لاخبار نادي الاسماعيلي. والفريق بعد التعادل الاخير امام مودرن فيوتشر بيواصل استعداداته لمواجهه فريق زد، والمواجهه دي هتكون يوم الخميس المقبل في الجوله ال 18 لبطوله دوري ناين. يمكن الجهاز الفني للاسماعيلي بقياده كابتن ايهاب جلال ابتدى كده الاستعدادات بشكل مبكر، والاستعداد بشكل مبكر لمباراه لمواجهه زد، نظرا طبعا لاهميه المباراه وصعوبتها. وعقد الجهاز الفني جلسه مع اللاعبين للتاكيد على ضروره تحقيق نتيجه ايجابيه ومواصله العروض الجيده اللي بيقدمها الفريق خلال المباريات الاخيره بالدوري.